انا سيدي كنطلب من هذا الرجل يخرج لنا من الكيوسك ديالي. اذا داك الوثيقه اللي عند داك الشخص في نظري انا، في نظري المتواضع متزور بجوج عليهم بجوج. متابعين صوت العدالة، اليوم نحن من مدينة مكناس والنواحي، وبالضبط هذه المنطقة، هذه المنطقة سيدي المجاد، نعم الحي الصناعي ديال المجاد، نعم من الحي الصناعي المجاد. هنا وقع واحد الإشكال ما بين طرفين، هاد الطرفين هو شخص معاق عنده يعني رخصة ديال استغلال هاد الملك واحد الكيوسك بأنه يستغلو بـ 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 يعني في التجارة بحكم أنه يعني عنده إعاقة. نعم بحكم انه اعاقه. اذا غادي نسمعوا القصه من طرف الاقرباء ديالو بحكم هو ما قدرش يحضر معنا هنا، لكن نحاولوا نتواصلوا معاه ان شاء الله باذن الله. اذا انت السلام عليكم سيدي. عليكم السلام، مرحبا بك معنا في دار صوت العداله. شنو كتجي انت الاب سيدي؟ باه الاب ديالو، باه المعوق، باه المعوق. نعم سيدي، وهذه الجوجه ديالو. نعم مرحبا مرحبا. قول لي يا سيدي شنو المشكل اللي واقع على هذا الكيوسك؟ المشكله سيدي هذاك الراجل كان صاحبي وطلب لي مني، قال لي عافاك عطيني نسيلو، عطيتو يسيل، دار المصاريف شويه، عطيتو قلت له تاع هاد المصاريف ديالك، خدم فيه 2008، خدم فيه حتى 2009، 2009 قلت له المعلم شنو؟ قال لك باقي ما كملتش، بقى يعطيني 5000 ريال، من شهر شهر تعطيني 5000 ريال، لحقت 2020 رفض عليا مره، ما بقاش يعطيني، ما بقاش معاه، تعييت معاه، عييت معاه، عييت معاه، الاخر مشيت ندعي. مشيت للجامعه اللي كراريت به، قالوا لي هذاك بينك وبينه خاص الشرطه تدخل بيناتكم. رفضوا عليه هو، قالوا له كتبوا وسجلوا باننا ما يعطيوش حتى شي وثيقه على الكيوس، الكيوس ديال الشاب جلول. وجاو المولين الضو، مشى يدخل الضو سرقه مني، من عطاهم الرخصه، قالوا له هذه الرخصه ديال الشاب جلول، غوتوا لي مشيت قلت له سيدي انا، قال لك عطيت تسلم، قلت لهم لا، ناضوا سردوا المدير، قطع له قطع له الخيوط ديال الضو ديال الكهرباء، راه باقا في الركيزه، راه مقطعه. نعم سيدي. ايوا هذا هو نعماسي. قول لي شكون اللي عطى النهار الاول الرخصه باش يتبنى الكيوسك بهذا الشكل هذا؟ عطاه لي بدون ديك الاسماء. الرئيس الاول، الرئيس السابق. رئيس الجماعه. رئيس الجماعه. ما كيبالكش هذا رئيس الجماعه كيشارك تو في العشوائيه سماحه الله. هذاك الشيء عطانا سيدي الكيوسك، حنا ثلاثه ديال الناس دابا ماشي غير انا، انا عندي المعوق، هذوك ما عندهم لا معوق لا والو. ويني انا جبتها من الرباط، من العامل، من السيد الوالي، اصبحا وصرنا عند رئيس المصلحه، ورئيس المصلحه صرنا البلد ديال الكبيره، راه البلد ديال الكبيره المقتصد زين. قالوا لي حنا باقي ما لحقنا لهذيك المنطقه ديال المجاد، عطاوني الكونكور، قال لي ديوه المجاد الجماعه ديالكم، جبت لهم الكونكور، عطاوني الكيوس، جا عبروه لي وعطاوه لي جوج متر على شي متر ونص. سيدي غير ولد الذكرى، هذا الكيوسك هذا راه ما ديالك ما ديالو، هو عندكم انتم رخصه ديال استغلال مؤقت، اي مؤقت تشطبوا الجماعه. المهم يا اكيد تشطبوا الجماعه، هما قالوا لنا قالوا لك تستغلل حتى نهار تشطب، حنا ما نشطبكم، حنا ما تشطبكم حتى واحد، من غتجي الجماعه تشطبنا عاد تشطب كل شيء. بالضبط صافي، هذا هو اقوى، هذا هو الاقوال ديالي. نسمع الزوج واش انا نتعدى من غير القانون. مرحبا. اذا المتابعين الاعزاء احنا نسمعوا التصريح ديال المشتكي اللي هو عنده الرخصه ديال هذا الاستغلال ديال هذا الكيوسك. السلام عليكم لاله. السلام اخويا. نعم لاله قولي لي، انت الزوجه ديال المشتكي؟ انا زوجة محمد الشاب المعاق. انا سيدي كنطلب من هذا الرجل يخرج لنا من الكيوسك ديالي. نعم قولي لي بعدا قبل من هذا الشيء، في نظرك انت شنو المشكل سبب هذا الشيء هذا؟ انا سيدي نهار اللي جيت عندهم لقيت عندهم الكيوسك غير ارض. نعم. وهذا الراجل هذا كندير كريصه وكيعرف الشيخ، قال له اجي نديرو انا وياك سميتو انت بالزق ديالك وانا غندير الحديد ديال داك الشيء. مشاو مشاو وياه، جاو وراه البلاصه، لقد ليه مشى هو وياه للجامعه، عطاه الرخصه الاصليه، دوز يومين بقات تجي عنده الجماعه وقفاته صونا عليه، قال له اجي راه الجماعه وسدات ليا، جا عنده قال لهم خلي انا اللي عطيته يسرو، قال له خصك دير لي تنازل على شي ورقه ولا انتزال باش يبقى ما يوقفونيش، جا دار له التنازل، ملي دار له التنازل ملي دار له التنازل بقى تيعطيه هذيك 5000 ريال، واحد المده قطع عليه،
دابا انا تنطلب من الله ومنكم، انا عندي ثلاثه الاولاد وراجلي معاق، بغيت هذا الراجل يخرج لي من الحانوت ديالو، بغيت انا نخدم انا وليداتي في الحلال، واش نشرد انا وليداتي؟ ها انتم تشوفوا راجلي كيداير معاق، ما تيخدم ما تيردم ما تيقدرش، كون تشوفوا حالته راه يبقى فيكم. كلمه اخيره للسلطات والناس اللي كيتابعوك. كنطلب من الله ومنكم تشوفوا من حالنا وتشوفوا من حال داك الراجل، كون تشوفوه راه يقطع لكم القلب، راه حالته حال انا تيبقى فيا وماشي في جهدي، ما بقيت ما ندير له، وثلاثه الوليدات. وكنشكركم والله يعاونكم. اذا المشكل، لكن سؤالي المطروح، انا اللي غادي يبقى سؤال مطروح في القضيه هذه، هو هذا الشخص المعاق اللي عنده هذا المشكل وعطاوه رخصه باش يستغل هذا الكيوسك. ف متابعينا الاعزاء، خوتي خواتاتي المغاربه، انا رساله من القلب غادي نعطيها لكم، ما فحالتكش ما تبقاش ولد الدراري بزاف، الله يجازيك بخير، غتعذبهم وتعذب راسك وتبقى واحد. اذا هذا شخص كيقول لك ارزاق بيد الله، فعلا ارزاق بيد الله، لكن الاسباب راها واضحه. اذا هذا هو الكيوسك اللي ناض عليه المشكل، خليكم معنا غنسمعوا من السيد اللي مستغل الكيوسك هنا ونشوفوا شنو غادي يقول لنا. خليكم. اذا المتابعين الاعزاء، حد هنا كانت الامور عاديه جدا بالنسبه للتصوير ديالنا، لكن الغريب في الامر انني صورت مع الطرف الاخر، سمعنا منه كما يحث علينا اخلاقيات المهنه اننا نسمعه من الطرف والطرف الاخر، لكن اتصلوا بي الاسره قالوا لي حقا ما بغيناش يدوز وكذا وكذا، مع العلم اننا صورنا معاه بالمحض الاراده ديالو وبالموافقه ديالو، لكن مشاو تنادموا معاهم الحال وتقلبوا، راه كنطيحوا في حاله المشاكل. اذا شاهدوا معنا الفيديو، انا حاولت ندير تعديلات باش ما يبانش. احنا مازال مع الطرف الثاني اللي كنقول لي نضع عليه هذا الروينه. اذا السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك معنا على صوت العداله. سيدي هذا السيد هذا هو دار لي التنازل لهذا المحل هذا من 2009 ليوم هذا، ودابا وقف المحل ديالو وصلنا للدعاوي وتحكمت ليا من صالحي حكم قطعي، ودابا بغى المحل ديالو يعاود لي المسائل ديالو، عطيني فلوسي 4 مليون. واخا قول لي هاد 4 مليون اللي عطيتيه كاين شي اثبات عليها ولا لا؟ هذاك التنازل، هذاك التنازل مقابل 4 مليون مكتوبه فيه كتابه، ولكن ذاك التنازل من التنازل واش هو ولد عمي هو بجهه انا بجهه، فهمتك، ولكن يعني ذاك 4 مليون ما عليها قانونيا ما نقدروش نهضروا عليها. هذاك التنازل الا راها عطيت واحد المبلغ. نعم ولكن غير مذكور. يعني احنا كان ناس اللي فاهمين القانون نقول لك انا بالنسبه لي نقول ما عطيتيه هو يعني بيناتكم. وهذاك التنازل؟ نعم. هذاك التنازل؟ هذاك التنازل للاشتغال في المحل. هذا اللي تنازل تام لا رجعت فيه هو انجليزي. للاشتغال. اشتغل هي ولا لا علاش واخدو انا واخدو نشتغل نشتغل التنازل تام لا رجعت فيه. نعم وفي نظرك انت كتشوف هذا التنازل منطقي ولا لا؟ لحقاش المحل ولا هذه البلاصه اصلا كتبان لنا عشوائيه، اصلا راه ماشي ديالو، باش هو اصلا يعطيها لك؟ هو ماشي ديالو، دار لي التنازل النهار اللي غادي يبغي يعطيني سميتو. ماشي هو اللي يبغي، هذا ملك ديال الدوله. فهمت الدوله ديال الدوله من المفروض ديال الدوله، يعني من المفروض الدوله خاصها تقطع مع هذه العشوائيه. ولكن غادي نتابع انا يعطيني رزقي. اعطيني رزقي. شنو كطالب انت؟ كنطالب 4 مليون والحديد اللي صاوبت 4 مليون. الحديد اعترفوا به ولكن 4 مليون كيقول لك راه ما كاين والو. لا كاين، علاش ما كاين؟ علاش داك التنازل دايرين؟ داير التنازل بان راه كاين 4 مليون. لا قانونيا ما كاينش. لا كاين، علاش ما كاينش؟ مشينا للمحكمة. وراني اثبات. ودخلنا للمحكمة هذا الشيء كاين. فين كاين؟ كاين شي واحد كيعترف 4 مليون تعطات؟ لا ما كاينش، ولكن المحكمة حكمت. باش حكمت؟ حكمت بان راه هذا السيد دار التنازل، علاش دار التنازل؟ ما يمكنش شوف القانون ولا الحكم ولا القضاء المغربي تيمشي بوثائق، انت راك عارفات، يعني نورمالمون ملي عطيتيه ولا عطاك دار وثيقه بيناتكم، من المفروض ما درتيش وثيقه، يعني القانون لا يحمي المغفرين. وي وهذيك الوثيقه علاش دار لي التنازل؟ علاش؟ ما كتبوش مبلغ، كان يقولوا غنديروا تنازل. على دار التنازل؟ مبلغ كذا وكذا. على دار التنازل؟ ما يمكنش نحكم. ايوا هذاك التنازل من قبل الفلوس، انا قلت لها هي عطيتني القميص ولا شي حاجه غندير لك التنازل، بان صافي سلمتها لك الله يعاون. سلم لك المحل، درنا التنازل، عطيته ذاك المبلغ، مشينا بحال. لا هما تيقولوا داروا لك التنازل باش تستغل، حيت النهار اللي عطاوك وجيتي تشتغل معاهم هنا، جاو الجماعه سدوا لك. ما سدوا الجماعه على مولاي الفهم من 2009 ليوم من هذا، واجد بدا تيبربا سميتو، قلت له بغيت المحل اعطيني رزقي. اعطيني رزقي اللي عطيتك، وها المحل والاصلاح اللي صلحت، وها المحل ديالك. هما ما تيهربوش من الحق، هما حاجه وحده اللي قالوا، قال لك اسيدي انت كان عندك كروسه هنا. كان عندي كروسه. نعم. وقالوا لك هما عندهم هذا، عاطينهم الجماعه، عاطيهم استغلوا هذه البلاصه، انت دخلتي بالحديد، انت اللي ركبتي هذا الشيء. ركبت الحديد. هذا هو قالوا هذا باش دخلتي، اما 4 مليون كيقولوا ما كاينش. لا 4 مليون كاينه. نعم، اذا اخيرا وليس اخيرا. شنو انت الكلمه الاخيره اللي تبغي توضح للراي العام؟ الكلمه الاخيره بغاو المحل ديالهم يعطيني 4 مليون اللي عطيتهم بحب، ويعاود لي المحل ديال 4 مليون باش صلحتو بهذا الاصلاح، هذا الشيء 8 مليون، وحتى يقول المساوئ الاخرى الله يهنيها.
عطيني 8 مليون ديالي. اذا هذا كلام في الاخير، هذا هو كلام الاخير. اذا شكرا لك واحد ديالك. بغا نزيدو في المحكمه ولا شحال براسو، بغا نزيدو في السميتو، راه المحكمه حكم مصالحي انايا، راه وريت الوراق وداك الشيء، راه حكم مصالحي، راه الداعي انا، راه دخلوا لك الشو، وحنا في المحكمه. اذا شكرا. نعم شكرا. اذا متابعينا الاعزاء، كيف شفتوا القضيه؟ احنا سمعنا من الطرفين، من طرف والطرف الاخر. انا بصراحه بكل امانه وبكل صدق غادي نحمل المسؤوليه للجماعه اللي كتخلي الناس يتصدموا في هذه المشاكل. ف الى تعطي ملك ولا السيد شاك تشوفوه يستاهل ملك، عطيوه ملك، يعني يكون ملك خاص، ماشي استغلال مؤقت ويوقع هذا دوز لهذا، هذه دوزات لهذه، كيبان لي هادشي ماشي منطقي، وحنا في وطننا الحبيب ماشي ناقصين اننا نزيدوا بحال هاد المشاكل هادو. اذا متابعينا الاعزاء، القضيه هي بين ايديكم، هانتم سمعتوا من الطرف والطرف الاخر، فالحكم كيبقى اكيد للراي العام واكيد لرجال القانون ورجال السلطه. وكان معكم ربيع الدحا. الاعزاء حنا مازال في الاستطلاع ديالنا على هاد المشكل ديال الكيوسك هذا اللي حنا دابا معاه في المنزل ديالو، هو الشخص اللي حاصل على الرخصه ديال استغلال مؤقت لهذاك الكيوسك. اذا الكيوسك احنا شفنا من طرفين، سمعنا من الطرف الاول الشخص اللي مستغل الكيوسك، وسمعنا من الاب ديال هذا الشخص، دابا غنسمعوا منه. اذا السلام عليكم سيدي. السلام خويا، مرحبا بك معنا على صوت العداله. الله يحفظك مرضى، الله يسهل عليكم. قل لي يا خويا، شنو المشكل ديال هذا الكيوسك؟ هذا الكيوسك سيدي اخويا استولى عليا داك السيد، استولى عليا على والو، هو تفاهم مع الوالد ولا ما عرف شنو دار مع الوالد. انا ما عارف شنو كاين. الوغ للامانه غادي نوصل لك انا شنو دار بيناتنا الحوار. تيقول بانه هو عطى 4 مليون للاب ديالك باش يتنازل له انه يستغل. لا خويا كذوب كذوب، عطاه مليون، قال له نعطيك مليون وغادي نصاوب، انا غنصاوب هذيك البراكه. عطاه مليون التسبيقان ديال الكره، التسبيقان ديال الكره مليون على سوم 5000 ريال في الشهر، والتباقي ما صافي استولى عليه كاع، لحق عليه شي 100000 دفعوا للمحكمه، عاود حكمات المحكمه باش يعطيه القايد، يا ربي ماشي كان المحكمه، القايد وترفض، ودابا والان بقى هكاك. دابا تيقول لك عطيني 4 مليون، وهو ما عطيتش 4 مليون امرض، هو الكيوسك ديالي وما انا ما نتازل ما والو، الا عندي شي ورقه معايا انا مستعد نحيد الراس ديالي قدامكم كاملين قدام العالم. نعم. وانا انا ما ساني له لا ورقه لا والو. حيت انت هو المعني بالامر، ماشي الاب ديالي، ماشي ديال الوالد، هي كان مكلف. هو الكيوسك ماشي ديالك، راه ديال الدوله، يعني عطاك هي استغلال مؤقت، الرخصه الاسم ديالك. سيدنا عطاه لي باش نعيش على حسب هذا الورد. هذا شو ماشي سيدنا اللي عطاه لك، الدوله عطيها لك الجماعه استغلال مؤقت. على حسب هذا المرض اللي عندي. نعم الاعاقه الجسديه اللي عندي. حنا تنخدم النوع ديال الاعاقه الجسديه. هما كيعرفوني انت الاعاقه ديالي. متابعينا الاعزاء، شوف انت خويا، ها انت خويا، وها الكشور ديالك كيتطيحوا، ها انت مرضي، ها انت مرضي، ها انتوما باش ما تقولش كتبت عليكم، ها هذا القشره ديالي، ها انتوما مرضي، ها انت، ها انت خويا باش ما تقولش حاشاك، حاشاكم اخويا، حاشاكم، ها انت خويا، ها انت هاي شتي تطات، ها شتي اخويا، نحيد عليكم حوايجي، احترمتكم واحترمت الوجوه. نعم نعم ما شاء الله، راه ما شاء الله، الله ياخذ الحق. نعم لا حول ولا قوه الا بالله، ونطلب من الله. نعم اذا اخويا نكملوا، حنا قلنا باللي عندك انت الرخصه في الاسم ديالك، انت الرخصه ديال الاستغلال المؤقت في الاسم ديالك انت. اذا هذا الشخص من المفروض كان خصو يدير شي حاجه باش يستغل، يديرها معاك انت. معي انا اييه. يعني الاب ديالك علاش تدخل في هذه القضيه؟ حيت الوالد انا كنت قصير وتيقول دابا معنا ما تقدرش نتحرك في الشمس، انا عندي اعاقه. داير له انت شي وثيقه باش يتكلف شي وكاله؟ لا ما داير له لا وثيقه لا والو، ما داير له حتى حاجه. لا حتى حاجه. اذا ذاك الوثيقه اللي عندك كانت تتمشى غير بهذا لاكارت. نعم. ها هي ديالك انت، ديالي انا، ها هي هذه باش كانت تتمشى. اذا ذاك الوثيقه اللي عندك الشخص، في نظري انا، في نظري المتواضع، مزوره بجوج عليهم، بجوج مزوره بالضبط، لان مادام السيد المعني بالامر ما عنده حتى علاقه بالموضوع، ما عطي وكاله الاب، ما عطي والو، يعني الوثيقه ما كايناش بالضبط، ما عطيه حتى حاجه كاع بالضبط بالضبط شي. لا هو لا با، انا نقولها قدام العالم، نقولها قدام وكيل الملك، ما عطي حتى وثيقه، ما عطي اخويا، ما سانيش بيدي كاع، حرام. كون كنت ساني بيدي ما نتابعوش بالضبط، والله ما نتابعو. وين يا خويا فاش كبرت وتعسك وتزادوا عندي ثلاثه الوليدات، تزوجت وتزادوا عندي ثلاثه الوليدات، وليت ضايع حتى المسؤوليه اخويا. شنو تطالب دابا؟ تنطالب محل، شنو الراي العام والسلطه شنو باغي تقول؟ تنطالب الراي العام، تنطالب الناس الكبار المسؤولين الكبار كاملين، تنطلب سيدنا الى بغى سيدنا هذا الشيء، الى عطينا شي حق، حنا معاقين، عطينا شي حق نعرفوه، الى ما عندناش نعرفوه. انا باغي غير حقي، باغي غير محالي يخدم عليا على هاد الوليدات. فشوف فبالاكيد وبالاحرى ان حقوقكم دستوريه مضمونه،
لكن هاد المشاكل هادو راه كون اكيد ما كتوصلش للقائد الاعلى ولا لجلاله الملك، راه ما تيوصلوش هاد الشيء. لحقاش علاش كاين مسؤولين هما اللي خصهم يقوموا بالدور ديالهم. خويا هي من القايد، كاين حنا اي مشكل وقعنا نعيطوا على سيدنا، سيدنا الله يحفظه الله يحفظه، هو عنده مسؤوليه اخرى، راه في مقامه آه يعني حنا كاين مسؤولين اللي خصهم يقوموا بالواجب ديالهم. غير من الوزاره نعم، ومن 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 القايد اللي كيرفضني كيقول لك انت بعتيه يعطيني شي ورقه باش بيعو. بالضبط. والرئيس اللي كيقول لك انت بعتيه يعطيني غير شي ورقه باش بيعو، تيقول بعتيه هذا آه تيقول بعتيه، تيقولها لي الرئيس والقايد تيقولوها لي هكا بوجهي، قالوها لي وجراو عليا. واخا انا نقولها قدام هما مرضي. انا غادي نسولك دابا انت بيني وبينك، وغادي نجيب لك ورقه ما عنديش. راه الوزاره خويا عطاوني ورقه من الرباط. لا دابا حنا نبقاو نعلق على دبعتيه، غادي نعلق عليها بزاف. علاش؟ ها 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 قالوها لي خويا القايد جا موراه المقدم كياكلوا الفلوس مرضي. نعم كياكلوا الفلوس. ما يمكنش نتهمنا شي واحد، انا غادي نعلق على تعليق واحد. هذا اللي قال لك بعتيه راه تيهضر معاك غير قانوني. انا نقول لك علاش ما يمكنش انت تبيعو لحق اصلا ماشي ديالك. بغيت انا بغيت اصلا ماشي ديالك، انا بغيت غير نهضر معاه نقول له يعطيني شي ورقه باش بعتو سعاده القايد. قال لي سير بحالك، ما يمكنش تبيعو لحقاش غير قانوني. ما بعتوش انا، ما تتباع ما تتشرى، حيت هذاك ملك الدوله. بالضبط هذاك ملك الدوله، ما يمكن ما يتباع ما تتشرى اخويا. واش انتو هما عطاوه لي على الحاله ديالي ولا عطاوه لي انا باش نتاجر فيه؟ ما عطاوك باش تستغل، عطاوه لي باش نتاجر فيه باش نعيش اليومي ديالي انا. بالضبط. باش نصور قوت الوليدات باش نعيش. بالضبط. انا وليداتي تنموت. بالضبط. هادشي علاش عطاوه لي؟ هو تيقول لك انا خويا بعتو يعطيني غير شي ورقه غير شي دليل. والا كان كيهضر سميتي انا، الا كان قانوني راه ما يمكنش تبيعو. هذاك لا يمكن لا تبيعو ولا تكريه ولا والو. هو فيه الرخصه اللي عندك شنو فيها؟ استغلال مؤقت. ها الله يسهل عليك، هذاك الشيء اللي قلت انا. قلت ما يمكنش ملك الدوله ما تتباع ما تتشرى، ما تتباع ما تتشرى، يتوب عليك. صافي تيعطوه لواحد الانسان اللي دايز فيه، اللي عنده اعاقه ما تيقدر يخدم ما تيقدر يدير حتى حاجه. هذاك الشيء علاش انا كنقول رخص استثنائيه، حيت انا اخويا حسيت بالحقره تزير. دابا انت ككلمه اخيره وليس اخيرا، شنو تبغي تقولها للكاميرا امامك؟ شنو تبغي تقول للراي العام والسلطات اللي تتابعوا؟ الراي العام والراي العام والمسؤولين والناس المسؤولين، تنطلب منكم ومن الله توقفوا معايا رد لي غير حقي. الا عندي شي حق نعرفه، ما عنديش قولوا لي نهز يدي ندير الديبوكراسي ونتسنى الله تديموا الامانه امانتي وهاد الاولاد ليهم الله. انا ما كرهتش الا غنهزهم نمشي نسعى بهم، ما نقدرش. صافي هي اللي بقات لي، ما نتبزنز ما نقدرش نتبزنز. علاش؟ محرمات. شنو ما بقى لي ما ندير؟ اذا واضح اللي مشيت تنخدم ما تيخدمنيش. واضح ما كرهتش اخويا، فكره واضحه ما كرهتش. اذا متابعينا الاعزاء، ها انتم سمعتوها، احنا سمعنا الراي ديال الشخص المعني بالامر. ها انتم شفتوا الامور ليست كما كنقولوا احنا، ماشي كيف ما كنسمعوا من الطرفين. الشخص راه وضح لنا الامور كما هي. اذا متابعينا الاعزاء شكرا لكم.